الانتشارات الأمنية بدأت قبل 3 أيام تقريبا، والآن مستمرة في الفترة الصباحية والفترة المسائية والفترة الليلية. الغرفة الأمنية بالمديرية والبحث الجنائي ودوريات البحث الجنائي مستمرة، وإن شاء الله ولوحظ تغير أمني جديد وتغير أمني جيد في الفترة الأخيرة، والفترة القادمة إن شاء الله سيتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى لكي يتم تفعيلها إن شاء الله الفترة القادمة حتى يستتب الأمن أكثر في مدينة سبها إن شاء الله.